مرحبا تلاميذنا الحلوين، اليوم درسنا للصف الرابع الابتدائي يوم الأحد 26/7/2020. موضوعنا اليوم هو الرياح والرطوبة. أكيد كنا سامعين بالرياح، سامعين بالرطوبة، مو؟ قبل ما نطب الموضوع أريد أعرف أنتوا إيش سامعين عن هذين المصطلحين. حيقول طالب يقول لي ست أكو اليوم هو عالي، صحيح؟ طالب لا حيقول لي ست شفتي اليوم مش قد رطب الجو، مو صحيح ماما؟ اوكي، اليوم موضوعنا هو الرياح والرطوبة. احنا اول شيء نعرف انه اكو رياح من نشوف اكو اشجار تتحرك، مو صحيح؟ من نشوف اكو مثلا اوراق بالشارع تتحرك فنقول هاي اكو رياح. اكو رياح تكون خفيفة كلش تحركنا بس اوراق الاشجار. اكو رياح معتدله تحركنا الاغصان. اكو رياح قويه شلون تثيرنا الغبار بالجو. واكو رياح عاصفه شو تسوي تكسر الاغصان وبعض الاشجار. شايفين مرات من اكو اشجار توقع هاي الرياح تكون كلش عاصفه. اتجاه الرياح اقيس باداه اسمها دوارة الرياح. طبعا هاي شنو احنا هاي ما عندنا منها. هاي وين موجودة؟ موجودة عند المختصين قياس الرياح. شوفوا شلون يصير شكلها، شوفوا ماما يصير بها اتجاهات غرب جنوب شمال شرق وسهم مثل هذا. من حصل رياح قوية حيفتر السهم يوقف على الجهة اللي يجي من عندها الرياح. فإذا هذا هاي الأداة نقيس منها اتجاه الرياح. أما قوة الرياح نقيسها بأداة اسمها كيس اتجاه الرياح. يعني عشان مثل الكيس العادي، مثل الكيس العادي شوفوا ما راح أشوفكم إياه هذا كيس عادي. شو يسوون؟ ينتظرون هو الكيس هيجي يعني شلون وضع شلون العلم. شايفين العلم هيجي. يصير رياح قوية كلش حيصير الكيس رح يصير هيك افقي. فحتى يعرفون انه الرياح اذا صار الكيس هيك افقي يعني الرياح كلش قوي. شلون العلم مرات من يصير افقي كلش معناته الرياح قوية، بس اذا لا بقى هيك العلم مثل اللي انه مكانه ما متحرك معناته انه الرياح خفيفة. اما سرعة الرياح اقيسها باداة اسمها المرياح اللي هي هاي. باعوا صار مثل الأكواب، شوفوها ماما مثل الأكواب يخلوها بأماكن خاصة حتى يقيسون بيها شنو سرعة الرياح. إذا افترت هاي الأكواب سريع معناته الرياح كلش قوية، إذا افترت بطيء معناته الرياح شبيها خفيفة. تمام ماما هنا عرفنا الرياح شنو. نجي للرطوبة. قبل ما تجي الرطوبة شفتوا الجو اليوم شلون؟ البارحة تحسون الدنيا مغيمة، مو صح؟ من قد ما الرطوبة قوية، شهر الثامن تقريبا أكثر الأشهر ويكون رطب. من قد ما الرطوبة قوية إيش راح يصير؟ من حد ترتفع درجات الحرارة راح تصعد وياها قطرات ماء قليلة، فراح تصير لنا شنو؟ راح تصير لنا غيوم بالسماء فتصير الدنيا مغيمة. فإذا تعرف الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء. زين ماما هنا تقاس الرطوبة بأداة اسم المرطاب. ماما شوف ليش بيدني شو الأدوات اللي كنا نقيس بها درجات الحرارة. اسم المرطاب هذا. اسم المرطاب. زين ماما. إذا هسا عرفنا إنه الرياح نقدر نقيس اتجاه الرياح. اتذكروا السهم. شايفين من أرض أشر على واحد أشر بالسهم عليه. اتجاه الرياح أقيسه بدوارة الرياح. شدة الرياح أقيسه بكيس اتجاه الرياح. اتذكروا العلم العراقي اللي معلق بالساحة. سرعة الرياح نقيسها بأداة المرياح. زين ماما. والرطوبة إلها قلنا الرطوبة إنه شنو كمية بخار ماء موجودة بالجو. الرطوبة إلها أشكال متعددة، قلنا إنه درجة حرارة من ترتفع تصعد وياها قطرات الماء تصعد إلى طبقات الجو العليا. طبقات الجو العليا تكون باردة فتتكون منها الغيوم. ماما اليوم درسنا كان كلش جميل ودرس قصير، وأتمنى إن شاء الله الدرس القادم تنتبهوا لي على أدوات قياس كل الرياح والرطوبة والطقس ودرجة الحرارة. زين ماما؟ إذا كلنا نريد نعرف شنو أدوات نقيس بيها
اللي نستعملها بقياسنا ان شاء الله. اوكي ماما، شكرا لكم.